تعرفوا من الذي يعالج أمور الحياة بالابتسامة؟ هو رسول الله. هل تستطيع أن تعالج أمر بيتك بالابتسامة؟ كل واحد منا عنده أسرة وعنده أهل، انظر كيف لما يتنمر إذا دخل البيت ويصبح رجل آخر، لكن لو كان في العمل أو كان في السوق أو كان مع الشلة تجد ما شاء الله على غاية الانبساط. إذن لماذا تعالج الابتسامة عند الغير وحيث المسؤوليات، بل فقه المسؤوليات البيت يجب أن تعالج الأمور مع الزوجة مع الولد مع المخالف مع المحب بهذه الابتسامة، لأن الدين هو دين الابتسامة. ولهذا قال والكلمة الطيبة صدقة، وأن تبش في وجه أخيك، فكيف لما تبش في وجه زوجتك، فكيف لما تبش في وجه ولدك، أنت تغير الواقع النفسي في واقع الحياة داخل بيتك، فتصبح في هذه الحالة مرآة المؤمن، مرآة له، مرآة المؤمن، تساعد البيت على الهدوء، تساعد البيت على الراحة، لأنه الآن غالب الجيل هذا يشتغل خارج البيت، وخاصة الرجال غالب حياتهم في الأسواق وفي الأعمال، يأتي البيت في وقت متأخر ويأتي هو متجهم لأنه متعب من عمله، والزوجة تكون انتظرته مدة طويلة، وبعد ذلك كلمة بعد كلمة حتى يحصل الانفعال، وبدل ما يكون في تلك الساعة نوع من نوع الفرح، يمكن هذا ما يتعشى، ويمكن هذا يخالف الآخر، ويمكن هذا يذهب إلى هنا وهذا يذهب إلى هناك. يجب أن تستعد قبل دخولك للبيت، استعد قبل دخولك للبيت أنه كل شيء متوقع، وأن المرأة في طبيعتها وخاطب العريس أيضا وكل من يتزوج، أنك لما تكون لوحدك أنت حر، استخدم الشيء الذي يعجبك. عندما تتزوج يجب أن يكون عندك تنازل، لابد تتنازل، لأن المعادل الآخر المرأة إنما لها حق في أن تتنازل أنت، فإذا تنازلت عن بعض حقوقك تتنازل المرأة عن بعض حقوقها، رفضت إلا أنك تأخذ حقك كاملا، إذن استعد للمخالفة كاملا. هذه بطبيعة حال البشرية، لأن النص يقول، نرجع للنص، قال وإن استمتعت بها استمتعت بها على عوج، وإن أعوج شيء في الضلع أعلى. المرأة التي خلقت من ضلع أعوج، وهذا ما هو مذمة لها، الناس يفهموا الكلام خطأ، يقول لك هذه مذمة للمرأة، ليس مذمة للمرأة، هذا تقييم للمرأة، تقييم لقدر حقيقة وجود المرأة. يقول المرأة خلقت من ضلع أعوج، أي بمعنى أن القضاء والقدر الذي أراده الله في خلق المرأة يجب أن يكون هكذا، حتى تحن، حتى تخف، حتى تربي، حتى تساعد على إقامة المجتمع في البيت. أما إذا لم تكن عوجة بهذا المعنى، أي منحنية للرجل، منحنية للزوج، منحنية لأولادها، وتريد أن تكون مثل الرجل، إذن ترون المجتمعات الأوروبية كلهم في الشارع، أكلهم في الثلاجة الأسبوع، يعيشون حياة عمل، كلها حياة عمل. صحيح أن المرأة منتجة، ما نقول ما هي منتجة، لكن نحن نتكلم عن دين وعن نصوص. الإنتاج في المرأة يجب أن يربى داخل البيت، لأن المرأة مخصوصة بذلك. تذكروا قول سيدنا فاطمة عليها السلام، والنبي يسألها، يقول لها رسول الله أين موقع الرجل وأين موقع المرأة؟ قالت موقع المرأة الجوان، يعني داخل البيت كما تقول جوا، وموقع الرجل البراني، يعني خارج البيت كما تقول برع خارج البيت. هكذا في اللفظ، أقرأها في الحديث في السنن، يعني كيف تقبلها النبي بين عينيها. بعد ما قالت ذلك قالها النبي عليه الصلاة والسلام، وما شأن المرأة المسلمة الصحيحة؟ قال ألا يرى أراها رجل ولا ترى رجل. إلى هذا الحد قال قبلها بين عينيها وقال أشهد أنك بنت محمد. خلوا النساء يسمعون هذا الكلام، النبي ظلمها؟ هي ما حصلت حقوقها؟ والله لو جمعنا سلوك النساء كلهن ما بيأتون ذرة في سلوك فاطمة الزهراء في كل مواقفها التي سارت عليها، وبقيت للأمهات قدوة في سلوكها مع الزوج، في سلوكها مع الأسرة. قالوا سيدتنا فاطمة لما دخلت ليلة زفافها، اقرأوا في كتب السيرة كان بيتها فيه فراش حشو ليف وغطاء من أدم، يعني من جلد، وكوز كان موجود فيه الماء، وقربة، وكان الفرش رمل سكبوه في المجلس من أجل ينامون عليه. هذا بيت الكرار علي بن أبي طالب. اليوم منها عادة بترضى بهذا ولا حتى الرجل بيرضى؟ إذن ما المطلوب؟ شكر نعمة الله، ما دام أعطانا الله هذه النعم، أعطانا الله هذا الخير، أعطانا الله هذه البركة، يجب أن نشكر النعمة، أن نقول الحمد لله، ونعلم نساءنا ونعلم بناتنا حسن الاقتصاد وحسن الحفظ للشيء وحسن التأدب داخل البيوت. لأنكم ترون الآن
أشياء تجري في الشام، أشياء تجري في العراق، أشياء تجري في اليمن، نسأل الله الحفظ والسلامة. ربما تمنى بعضهم الطعام، ربما أكل من الزبالة لما هو فيه من الحاجة، ولهذا دخل النبي منزله وما هو منزل الحبيب، وقد كسرة مرمية في الأرض فأخذها ومسحها وأكلها. قال يا عائشة احفظي نعمة الله، فإنها ما خرجت من بيت إلا ولم تعد إليه. هذه نعمة من النعم. انظروا الآن حالنا، هذا جزء مما ينبغي أن تثقف به المرأة.